اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو جديد على قناتكم زاداخ تي في. الفيديو ديال اليوم جبت لكم فيه واحد لابليكاسيون جديده كالعاده، وبالاحق هما جوج تاع لي زابليكاسيون اللي كيخدموا مهام وحده. الابليكاسيون الاولى سميتها جي بي واتساب. جي بي واتساب هي ابليكاسيون كتعطيك القدره انك تفتح رقم ثاني بالواتساب في نفس الهاتف. والابليكاسيون الاخرى هي جي بي واتساب 3، وهي تعطيك وتتيح لك انك تقدر تفتح ثلاث ارقام مختلفه في الواتساب في نفس الهاتف. كيف ذلك؟ ابقوا معنا وستشاهدون. الان اخواني اخواتي، ما عليكم الا تدخلوا على المتصفح وتكتبون www.jbmod.co. الان لما نكتب jbmod.co سنضغط على زر الدخول. الان هذا هي الصفحة التي دخلنا اليها. سنضغط على اول اختيار وهو برنامج جي بي واتساب والجي بي واتساب بليس 5.60. سنضغط عليه. الآن بدخولنا إلى هذه الصفحة سننزل إلى أسفل. هنالك عدة امتيازات في هذا الاختيار والجي بي واتساب، منها إمكانية إخفاء الظهور، خيارات الخصوصية، إمكانية التمييز بين الرسائل الجماعية والعادية، وعدة عدة عدة خاصيات لا توجد حتى في الواتساب العادي. نعم أصدقائي، لا توجد حتى في الواتساب العادي. الآن سنذهب إلى صفحة التحميل، وهنا يمكننا تحميل جي بي واتساب لتشغيل رقم ثاني. سنضغط على التحميل ونقوم بضغط داونلود. الآن بدأ تحميل هذا التطبيق. الآن سنذهب إلى التطبيق الثاني وهو جي بي واتساب 3. هذا التطبيق جي بي واتساب 3 الذي يسمح لنا بتشغيل رقم ثالث في نفس الهاتف. سنضغط على التحميل ثم نضغط على زر داونلود ثم داونلود، وبدأ تحميل رقم ثاني. الآن ابقوا معنا اخواني اخواتي في انتظار تسطيب او انستالاسيون لهذه التطبيقات. الآن بعدما قمنا بعملية الانستالاسيون كما تشاهدون أعزائي المشاهدين والمتابعين، هنا توجد ثلاثة واتساب بنفس الهاتف بأرقام مختلفة. هذا واتساب واحد، هذا جي بي واتساب، وهذا جي بي واتساب 3. الجي بي واتساب 3 يختلف عنهم فقط في اللون، أما الجي بي واتساب العادي وهذا الواتساب العادي لا يوجد اختلاف داخل التطبيق، وكلهم يدعمون محادثات الفيديو، يدعمون محادثات الصوتية، يدعمون إرسال الفيديوهات، الصور، وكذلك كل الميزات الموجودة في الواتساب فهي كذلك موجودة في الجي بي واتساب. غير ذلك أن الجي بي واتساب يتيح لك اختيارات الاختفاء والظهور أكثر من الواتساب العادي. أتمنى أن أكون قد أفدتكم إخواني أخواتي. أتمنى لكم مشاهدة طيبة. لا تحرمونا من زر لايك، من الضغط على زر لايك وزر البارتاج، كذلك انضموا لقناتنا لتتوصلوا بكل جديدنا. إلى ذلك الحين وإلى فيديو جديد، أترككم في رعاية الله وحفظه. دمتم بخير وإلى اللقاء.